مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في واحد البث مباشر جديد. الآن كنتواجدوا بالدار البيضاء وبالضبط بمنطقة سباتة. معنا اليوم واحد السيدة مسنة اللي بغات تشارك القصة ديالها معكم، أم من الأمهات المغربية اللي الحلم ديالها الوحيد هو تلقى السكن. عاودي لنا القصة ديالك. ما عنديش سكن بنتي، السكن محنا فيه، السكن بنيتي محنا فيه، ما عنديش. شحال في عمرك؟ عمري 70 وهي أكثر من 70، دايرة ليا بلاكارت 70 وهي أكثر. فين كتسكني دابا؟ ما كنسكن بنيتي حتى عند حدا، كنتلاور. كتمرة مرة عند أختي، مرة عند ولاد عمي، مرة نتلاور وصافي. إلا بغات أختي ما كيبغينيش راجلها، بغاني خويا ما تبغينيش مرتو. الوليدات ديالك فين هما؟ لا بنيتي ما عندي لا ولد لا بنت، هذا الحق سبحانه. ما تزوجتيش؟ ما عمرك تزوجتي؟ لا متزوجة ولكن ما جابش الله بنيتي، فايت متزوجة وما جابش الله. فين هو الزوج ديالك؟ طلقتو ولا شنو؟ مطلقة ومات، وجاية مطلقة قبل ما يموت مطلقة. إمتى لقيتي راسك مليوحة بالزنقة؟ شحال الوقت دابا؟ بنيتي جاية ل 20 عام وأنا نتلاوح، دابا مابقات عندي صحتي، تمشي ولدي دايرة العكاس. شنو الأمراض اللي عندك؟ شنو الأمراض اللي كتعاني منها؟ أنا بنيتي كنعاني عام من السكن ومن المرض نصبر فيه، السكن بنيتي اللي ما حنا فيه. شنو الطلب ديالك اليوم؟ الطلب ديالي بنيتي السكن، بنيتي باغا على السكن هو كلشي، بغيت لا ماكله لا شراب لا دواء لا والو، بغيت بنيتي على السكن اللي السكن بنيتي اللي ما عنديش صافي، وما الماكله والشراب ولا المرض، ولا المرض على قد العمر على قد السن. شو كلمه اللي تقولي للمحسنين؟ والله يجازيهم بخير، والله يثبت اجرهم، والله يرحم لهم الوالدين، يشوفوا من حالي ويديروا لي على السكن بنيتي. عاوديني على الشباب ديالك، واش كنتي خدامه؟ كانت عندك شي خدمه؟ لا بنيتي عايشه. كنت بنيتي عايشه، كنت مزوجه، وملي طلقت كنت صحيحه كنخدم في الميناجه مع عباد الله مع العيالات. الزوج ديالك ما عندك عليه حتى اخبار؟ لا بنيتي ما عندي عليه حتى اخبار، ومات شحال من عام هذا الله يرحمه. ديال العائله؟ باش ديال العائله بنيتي راني بركت على الدور، كيعيا مني وقنع مني. ما ولدتي معاه حتى وليد؟ لا بنيتي ما عندي لا ولد لا بنت، لا هذا الحق سبحانه نزاكي من الفوق، ما عندي بنيتي حتى حاجه. واش كنتي كتوقعي في الصغر ديالك بلي غيجي نهار اللي غتلقاي راسك مليوحه في الصغر؟ ما خممتش بنيتي بحال هكا، صحاب راسي واقيلا ديما غنبقى صغيره وصحيحه وهازه راسي، كنتلاوطه عند عباد الله وصافي. كان ملي ما بقات عندي الصحه ضارب راسي. قلتي بلي عندك اختك كتباتي عندها؟ كانت عندها ولكن اللي بغات اختي ما يبغينيش بنيتي راجل، لا بغاني خويا ما تبغينيش مرتو، راه يعني ما كتحسيش براسك مرتاحه؟ لا ما مرتاحاش بنيتي. وشنو الامنيه شنو الحلم ديالك اليوم؟ ما حنا وبزاف وعاد من جهه السكن، الامنيه ديالي بنيتي هي السكن، السكن هو كلشي، خنقه عريانه حبيانه شيعانه، ماشي ما عنديش مشكل. دابا باش كتعيشي شنو كتاكلي؟ كناكل عباد الله، ملي كنمشي عندهم داكشي اللي حاطوه راه كناكلو معاهم. واش كتشري شي دوايات؟ عندك شي امراض؟ عندي بنيتي عندي، عاطيني لاموم كنمشي للسبيطار دابا، يلاه كنت جايه عند واحد الطبيبه ملي شونايت عليكم مشيت. وشو قالت لك الطبيبه شنو عندك؟ باقا ما مشيتش عندها، راني بنيتي ركبتي ودارني ظهري ودارني، ولكن هذاك المرض ماشي مشكل، المشكل عندي انا في السكن، نبغي ندخل مويحي لي وندخل لي ونريح فيه. شنو المعاناة كتعيشي هاد الأيام هاد الظروف الصعبة هادي اللي كدوزي منها باش كتحسي هاد الأيام؟ نحسها بنيتي محنا بزاف بزاف بنيتي محنا. وشنو النداء ديالك للمحسنين؟ شنو كتطلبي منهم اليوم؟ كنطلب منهم اللهم انهم يشوفوا فيا ويشوفوا يديروا وجه الله، يديروا كاع السكن، نطلب منهم على السكن صافي، شي حاجة أخرى ماشي مشكل. حافظة الرقم ديال التليفون ديالك؟ نعم. الرقم ديال التليفون ديالك؟ مالو. وليه لينا باش إلا بغاو المحسنين يتصلوا بك يساعدوك. 06 50 10 33 41. يعني اليوم الحلم ديالك الوحيد هو غير الدار، هو السكن، هو بنيتي السكن. ما كتخدميش دابا هاد المرة؟ لا بنيتي ما عنديش باش، ما نقدرش بنيتي نخدم، يعني ما بقيتيش قادرة على الخدمة؟ لا بنيتي أنا ما نقدرش نوض، بنكون عند الناس كنحشم كنوض نعكز وكنجيب نشرب موية. يعني دابا انت باغا السكن بوحدو؟ باغا على السكن بنيتي هو اللي عندي مهم، ما نخمم لا ماكله لا شراب لا كسول لا صباط، غنحل المويحيد وندخل ليه ونرتاح. شنو تبغي تقولي للمحسنين كتقوم من امهات المغاربه شنو تبغي تقولي لهم؟ نديروا بحال ميمتهم؟ شنو ديروني بحال ميمتهم، بحال وليداتهم، بحال شي حد من عائله عزيزه عليهم وقريبه ليهم. دابا فين كدوزي نهار ديالك؟ شنو كديري في النهار؟ ملي كتخرجي من الدار شنو كديري؟ كنخرج بنيتي كنمشي عند شي حد، لا شتا دوك اللي معاهم تقلقوا مني كنمشي عند شي حد ثاني. كتدوري في الزناقي؟ صافي كندور دابا تا كيتحب الليل كنمشي نبات عندهم وصافي. بات عندهم وما مرتاحاش. والناس كيتعاطفوا معاك في الزنقه؟ انا دابا الصباح خارجه من الصباح بنيتي والله العظيم خارجه بلا فطور، خارجه باش نشكر على شي طبيبه ولا هذه ملي تفكرتكم نتوما عيطت عليكم انا باقا باركه في الزنقه. الناس واش كيتعاطفوا معاك في الزنقه كيعاونوك؟ الناس لا شافوني كيفا وسولوني وقالوا لي امي انت عندك وليدات وهذه وهذه، كنقول لهم لا ما عنديش، كنبقى فيهم وصافي كنبقى فيهم. ولكن السكن هو اللي عندي. اذا مشاهدينا كما شفتوا هذا نداء ديال ام من الامهات المغاربه، الحلم الوحيد ديالها هو تلقى السكن، وهي دموع كنحسوا بالمعاناه اللي كتعيشها. ونداءنا اليوم للمسؤولين المحسنين لاي واحد قدر يساعدها، الرقم ديالها هو 06 50 10 33 41. اعيد الرقم ديالها هو 06 50 10 33 41. اي واحد بغى يمدلها يد المساعده يتصل بهذا الرقم هذا، وكنتمناو الصوت ديالها يوصل اليوم من خلال هذا اللايف هذا. وشكرا مشاهدينا.